هذا يسأل عن الطواف بالقبور. الطواف بالقبور حرام لأنه بدعة، وإذا كان يطوف بالقبر، إذا كان يطوف بالقبر يتقرب إلى الميت ويطلب منه الحاجات، هذا شرك أكبر. أما إذا كان يطوف بالقبر يظن أن هذا طاعة لله ولا يسأل من الميت شيء، وإنما يظن أن هذا طاعة لله، هذا باطل وبدعة ولا يجوز. ما يطاف إلا بالكعبة المشرفة، ما في شيء على وجه الأرض يجوز الطواف به إلا الكعبة المشرفة، لأن الله أمر بالطواف بها، ولا يجعل غير الكعبة مثلها من القبور أو غيرها، فلا يطاف بشيء.